مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا، حلقة غاية في الأهمية. عندنا مواضيع كتيرة جدا عايزين نتكلم فيها ونناقشها، لأن هي في الحقيقة مواضيع على الساحة الرياضية المصرية بالتحديد مهمة قوي، ولازم الناس كلها تبقى مدركة أهمية المرحلة بشكل عام والمطلوب خلال هذه المرحلة من كل الموجودين في الرياضة، مسؤولين، جماهير، لاعبين، اي حد. فهيبقى الكلام في الحقيقه مهم جدا على في خلال حلقه النهارده، بخلاف طبعا اخبار كتيره متعدده زي ما تعودنا دايما في الجانب المحلي والجانب العالمي، وكمان اهم اخبار النادي الاهلي اللي وصل النهارده خلاص لغينيا الاستوائيه عشان مباراه كانو سبورت يوم السبت القادم. هذه المباراه الهامه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق فيها بشكل كبير ويقدر يفوز او يحقق نتيجه ايجابيه باذن الله. قبل ما نستفيض في الحديث كالعاده، خلينا نروح نشوف اهم وابرز العناوين. يلا. الخطيب يشارك في اجتماعات رئيس الاتحاد الدولي مع منظومه الكاف. بعثه الاهلي تصل غينيا الاستوائيه. الفريق يخوض مرانه الأول استعدادا لكانو سبورت. أزارو ومعلول ينضمان للبعثة الليلة، وديانج وجيرالدو ينتظمان غدا. أحمد الشيخ: مباراة كانو سبورت صعبة والجميع يقدر حجم المسؤولية. الأهلي يطلب حيثيات حكم الغرامة لصالح هندريك لتقديم استئناف عليه. وأخيرا غدا قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد. طيب، النهاردة ذكرى ميلاد أسطورة من أساطير كرة القدم والرياضة في مصر بشكل عام، الكابتن الكبير العظيم الكابتن صالح سليم الأهلاوي المصري الراحل، أحد الرموز الخالدة في تاريخ الرياضة المصرية، وأحد الرموز الخالدة بالنسبة لكل الأهلاوية على مدار الأجيال اللي فاتت والأجيال اللي جاية، كله هيفتكر الكابتن صالح سليم. شخصية قدرت إن هي ترسي المبادئ والقيم في النادي الأهلي، اللي لحد دلوقتي النادي الأهلي بيمشي من خلال هذه المبادئ والقيم. ليه أقاويل عديدة في الحقيقة قالها وكلمات مهمة دايماً بيستعين بها المسؤولين في النادي الأهلي، وبتبقى في حسابات المسؤولين في النادي الأهلي لما بيكون في قرار حاسم ومهم لمصلحة النادي بشكل عام، سواء قرار تربوي، قرار متعلق بأي جانب من الجوانب الخاصة بالنادي. دايما كل المقولات والكلمات الخاصة بالكابتن صالح سليم بتبقى في الأذهان سواء للمسؤولين أو للجماهير. فالنهاردة ذكرى ميلاده، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ودايما هيفضل في الأذهان خالدا بالنسبة لكل الجماهير والرياضة المصرية بشكل عام. أبرز أقاويل الكابتن صالح سليم في الحقيقة، أبرز مقولة تعتبر هي الأبرز في كل هذه الأقاويل كمان، إن الأهلي فوق الجميع. وهنا البعض كان بيقول لك ما فيش حاجة اسمها إن الأهلي فوق الجميع، لا، الراجل كان بيقصد إن الأهلي فوق جميع أبنائه. لما تيجي تفكر أو تاخد قرار، فكر الأول في مصلحة النادي الأهلي وبعد كده فكر في أي حاجة تانية. ده كان كلام الكابتن صالح سليم، وده اللي كان مقصود من المقولة دي، وزي ما حضراتكم شايفينها كده كانت موجودة في لافتة خاصة بالنادي الأهلي في إحدى المؤتمرات، واضح يعني. كمان من ضمن الكلمات المهمة جدا والاعتراف من الكابتن صالح سليم إن مختار التتش هو أستاذي ومن علمني حب الأهلي، لولا التتش لما كان صالح سليم. طبعا كابتن مختار التتش الراحل أيضا ربنا يرحمه من ضمن الناس اللي وضعت الأسس والقيم كمان، اللي مشي من خلالها بعد كده الكابتن صالح سليم، واللي بيمشي من خلالها كل اجيال النادي الاهلي فيما بعد. فاعتراف اكيد مهم كمان من الكابتن صالح سليم بخصوص حب النادي الاهلي
ودي بتبقى حاجه في الحقيقه كبيره جدا وفخر كبير لما تكون بتنتمي لنادي عظيم زي النادي الاهلي. من ضمن كمان كلماته قال ايه؟ صالح سليم لا يساوي شيئا بدون الاهلي، ولا يساوي الا لانه سيتحدث عن النادي الاهلي. يعني بيقول انا مش حاجه، انا بتحدث عن النادي الاهلي عشان كده الناس بتسمعني. فده بيدل على ايه؟ بيدل على قيمه النادي اصلا. انت لما بتتكلم باسم النادي الاهلي عشان كده بس الناس بتحاول تسمعك وبتحاول تشوفك. يعني اقاويل كتيره جدا في الحياه للراحل العظيم كابتن صالح سليم. النهارده ذكرى ميلاده، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه في الريح جميعا. دي كانت مقدمه لابد منها طبعا في ذكرى ميلاد الكابتن صالح سليم. هروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا بقى كلام مهم قوي. خلص الفاصل ونرجع، يلا. طيب اخبار كتيره متعدده في الحقيقه النهارده، الحلقه دسمه شويه فيها كلام كتير، لكن في الحقيقه امبارح اكيد حضراتكم تابعتوا قرارات لجنه الانضباط للاتحاد المصري لكره القدم، وقرارات عليها علامات استفهام كبيره صراحه. يعني لما تكون المبادئ والقيم والاخلاق بقى ليها ثمن يبقى لازم يبقى في علامه استفهام. لما يكون في حد او شخص ما بقى ايا حد ايا كان من هو بيستخدم الجمهور للفتن واثاره الفتنه بالتحديد في الرياضه المصريه وفي الشارع الكروي بالتحديد كمان، ويكون في عقوبات ماديه فقط، لا يبقى في علامه استفهام. وفي الحقيقه في الوقت اللي كل الناس بما فيهم الدوله بتحاول بقدر المستطاع إن هي ترجع الجمهور للملعب، بنلاقي البعض بيعمل عراقيل أمام عودة هؤلاء الجماهير أو عودة كل الجماهير الكرة المصرية. وإحنا بنتكلم هنا إيه؟ في العموم. تمام؟ معايا؟ مركز؟ ماشي. فبالتالي أنا لو عايز كمسؤول عايز إن الدنيا والحياة ترجع بشكل طبيعي وبشكل مميز، لازم يبقى عندي عقوبات رادعة. عقوبات رادعة. اللي من خلالها مفيش حد يغلط تاني عشان الدنيا تمشي بالشكل المطلوب وبالشكل اللي بيتمناه كل الناس. نفسنا ان الجماهير الرياضيه المحترمه تعود للملاعب وتؤازر وتشجع فريقها، تشجع فريقك، مفيش اي مشكله. لكن في كل الاحوال انت بالاسلوب ده لما بتدي عقوبات ماليه فقط، لا انت كده بتخلي كل شيء مباح. هل الفلوس هي العقوبة الكافية لإرساخ المبادئ والأخلاق اللي قلت خلال الفترة الحالية للأسف؟ لا. في الحقيقة ده كان أول اختبار لجنة الانضباط، وواضح إن هم ما نجحوش في هذا الاختبار إطلاقا. لما يكون في إجراءات زي كده، في أمور حدثت عملت فتنة، عملت كلام كتير جدا في الإعلام الرياضي، الشارع الرياضي المصري. تمام؟ لازم يكون عندك القرار الحاسم القوي عشان ما يجيش حد بعد كده يعمل نفس الموضوع ده. وانت دلوقتي ممكن بقى اي لاعب او اي حد يطلع يغلط يشتم، ما هو عارف ان هتبقى عقوبه ماليه. خلاص الموضوع بسيط، فلوس يا عم، فلوس مقدور عليها. لكن بالطريقه دي احنا هنفضل زي ما احنا، مفيش اي جديد هيحصل. طب مفيش ردع، يبقى مفيش حياة حقيقية في الملاعب المصرية خالص. طالما في خوف في اتخاذ القرارات الحاسمة يبقى هنفضل محلك سر زي ما احنا كده، مش هنتقدم ومش هيبقى في جمهور يرجع مدرجات. لكن بالتالي جمهور النادي الأهلي الواعي، جمهور النادي الأهلي الواعي لن ينجرف لكل هذه الأمور. جمهور النادي الاهلي الواعي والمدرك جيدا لحاجه الفريق ليه، لانه العنصر رقم واحد. فبالتالي خلي بالك انت كاهلاوي، خلي بالك العقوبات الخفيفه دي الضعيفه دي ممكن تغريك انك ترتكب نفس الاخطاء. فلما هترتكب نفس الاخطاء هتحرم ناديك
هتحرم ناديك منك، اللي هو محتاجك تبقى في المدرجات، اللي محتاجك تساعده وتأزره وتشجعه بكل حماسه وكل قوة. وبصراحة جمهور الكرة المصرية بشكل عام، يا جماعة احنا نفسنا ان كل جمهور يركز مع فريقه، يشجع فريقه فقط دون التطرق والإساءة لأي فريق آخر، لأن كل هذه الأمور اللي كانت قبل كده أثرت على الكرة المصرية. شفنا المنتخب بقى سيء إزاي للأسف، وإن شاء الله يعود يعني بكل قوته خلال الفترة الجاية. شفنا الملاعب دايما خاوية فارغة من الجماهير، ولما بيحضر بيبقى عدد قليل، عدد ما بيبقى صوته باين في الملعب، ما بيأثرش، صوته ما بيطلعش في الملعب، ده بسبب الشحن اللي بيحصل. لازم المسؤول يبقى على قد الكلمة، يبقى مسؤول فعلا، مسؤول في تصريحاته. اللاعب أيضا هو مسؤول، لازم تبقى مسؤول في تصرفاتك، لأن أنت بتبقى قدوة لشباب كتير. فلما بتكون بتسيء لنادي معين أو لشيء معين أيا كان إيه هو، فالبعض بياخد إن الأمور دي بقت عادية، لما القدوة بتاعتي بتعمل كده خلاص أنا كمان هعمل كده، خصوصا الأعمار الصغيرة من الشباب يعني. فأنت لازم تعرف إن أنت قدوة، ده في خصوص اللاعبين وخصوص المسؤولين. لكن فيما يتعلق به أصحاب القرار، قرارات العقوبات، لازم يكونوا أقوى من كده، لازم يكون عندهم عقوبات رادعة عشان الغلط اللي حصل ما يتكررش. لكن بالطريقة دي بالعقوبات الضعيفة دي، لا، الغلط هيتكرر، مفيش أي حاجة هتحصل، هنفضل زي ما احنا. وفي كل الأحوال احنا بنطالب السادة الأفاضل في الاتحاد المصري لكرة القدم انهم يراجعوا كل الأسس اللي من خلالها، بالتحديد في لجنة الانضباط، الانضباط مش اتحاد بس، يراجعوا كل الأسس اللي من خلالها بياخدوا القرارات التربوية والقرارات القوية اللي تقدر ان هي تردع كل من أخطأ. وده شيء مهم قوي. وفي الحقيقة احنا لما بنتكلم هنا بيبقى مصلحة الكرة المصرية. بالمناسبة دور الإعلام الرياضي المصري، دور الإعلام الرياضي المصري ان هو يساعد على عودة الجماهير ويساند الدولة في عودة الجماهير. ان هي موجودة عند الدولة في عودة الجماهير؟ اه موجودة، لكن احنا اللي بنعطلها، احنا كمين كمسؤولين مش عارفين ناخد قرار قوي، قرار رادع. انت بتعطل إرادة الدولة. الدولة عايزة ترجع الجمهور المدرجات بشكل طبيعي، عايزة ترجع الحياة الرياضية في مصر بشكل عام، لكن انت بقراراتك الضعيفة دي انت مش هترجع حاجة، انت كده مش بتساعد الدولة. فالوضع صعب، الوضع صعب. الأهم بالنسبة للنادي الأهلي انه لن يتنازل عن أخلاقه ولن يتنازل عن مبادئه وقيمه، ومش هينجر إطلاق لمثل هذه التصرفات. النادي الأهلي بتكلم زي مين؟ مسؤولين، لاعبين، جماهير، مدركين جدا حجم المسؤولية ومدركين جدا أهمية عودة الجمهور للمدرجات، والأهم بالنسبة لهم إن هم كجمهور النادي الأهلي يرجع المدرجات. فمش هينجروا لهذه الأمور، مش هينجروا تماما للرد، مش هتفرغوا للرد، وهيركزوا بس مع فريقهم إزاي يساندوه وإزاي يساعدوه لحصد الألقاب كما هو المعتاد، وإن شاء الله يكون أبرز هذه الألقاب اللقب الأفريقي دوري أبطال أفريقيا، ده هيبقى بالجمهور. فأنت كأهلاوي ما تركزش مع من أخطأ، لأن ده ممكن يكون كمين ليك، ممكن يكون كمين ليك. لما تغلط هعاقبك بقى، هحرمك تاني من إن أنت تحضر المدرجات أو تحضر المباريات، تبقى متواجد في المدرجات. لا، احنا مش عايزين ندي فرصة لحد، مش هندي الفرصة لحد، هنحضر وهنساند الأهلي وهنشجع النادي الأهلي. وهي رسالة مش بس لجمهور النادي الأهلي، رسالة لجماهير الأندية المختلفة، احضر وساند وشجع جماهيرك أو شجع فريقك العفو، بس مش مطلوب منك أكتر من كده. لكن أنت تسيء أو حد لعيب قال لك أو عمل تصرفات خاطئة، لا، أقفه، قول له لا كده ما ينفعش، كده ما يصحش، أنت كده بتعطل كل الأهداف اللي الدولة بتسعى ليها. فهنفضل نساند
عودة الجماهير، وده دور الإعلام الرياضي المحترم إن هو يحاول بقدر المستطاع ويساعد في عودة الجماهير للمدرجات بشكل طبيعي، لأن ده الهدف الأساسي خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد بطولة دوري أو بطولة الأمم الأفريقية وحضور الجماهير في المباريات الخاصة بمنتخب مصر، وكل المباريات النظام كان عامل إزاي وكل حاجة كانت كويسة جدا. مش عايزين نرجع لورا، خدنا خطوات لقدام نكملها بدون إساءة لأحد، فده شيء مهم جدا. بالمناسبة النادي الأهلي بيصوب نفسه بنفسه، لو حصل أي هفوة النادي الأهلي بيعالجها، أي هفوة من أي شخص النادي الأهلي بيعالجها. يعني ممكن البعض يقول لك طب ما أنت مش عارف إيه ده. لا، راجع قرارات مجلس الإدارة الأخيرة هتلاقي النادي الأهلي بيعالج أي هفوة وبيصحح أي شيء بنفسه. فإذا النادي الأهلي مسؤول، النادي الأهلي هو صاحب القيم والمبادئ والأخلاق اللي دايما بيربي عليها أجياله وجماهيره بتشربها كده بتبقى عارفاها خلاص، وهيفضلوا مساندين فقط للنادي الأهلي. نتمنى كل الأمور دي نخلص منها بقى، لأن نفسنا الحياة تعود للمدرجات بشكل طبيعي، ونفسنا أن يكون في قرارات حاسمة أكتر من كده، وقرارات تكون قوية ورادعة لعدم تكرار أي أخطاء من أي شخص ما بأي انتماء لي. فالقوة مطلوبة من لجنة الانضباط في الحياة، لأن القرارات بتاعت امبارح بصراحة كده ضعيفة جدا جدا. يعني نفسنا نلاقي حاجة جديدة بقى، عايزين نشوف حاجة جديدة من قرارات مختلفة تخلص على كل حاجة، تخلي الدنيا تمشي كويس، تخلي الناس ما تغلطش، الناس ما تعملش أزمات، لأن الأزمات دي زي ما قلت لحضراتكم بتعطل كتير. إحنا مش عايزين نتعطل، عايزين نطلع لقدام شوية، لأن الناس حوالينا في كل أنحاء العالم بيتقدموا، إحنا للأسف اللي واقفين مكاننا وبنتراجع كمان، مش واقفين في مكاننا بس. فإن شاء الله نتمنى الأمور تسير بالشكل الأفضل خلال الفترة الجاية، ويكون في قرارات أفضل من كده من لجنة الانضباط، ويراجعوا الأسس اللي من خلالها بياخدوا هذه القرارات، لأن الأسس كده واضح إن هي أسس ضعيفة يعني. طيب، كلامنا بقى عن النادي الأهلي كلام مهم جدا، لأن الفريق خلاص وصل غينيا وبيستعد لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية. المباراة هتكون يوم السبت الساعة 5 بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله تكون انطلاقة مهمة ومميزة لمدير فني جديد وللفريق بشكل عام في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لأن دي الانطلاقة الحقيقية في البطولة. سيبك من دور الـ 64، دور التمهيد الأول ده خلاص أنت عديت، لكن الأهم اللي جاي، الأهم إن أنت دور 32 تقدر تتخطاه، وتركز بقى في دور المجموعات ان شاء الله تصعد، وربنا يكرم كده وناخد المواضيع واحده واحده ان شاء الله. بالتالي خلينا نروح نشوف اهم وابرز العناوين التي كتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده. يلا، مجله الاهلي، سيد عبد الحفيظ يتحدث بهدوء ويؤكد: دخلنا في الجد، تعودنا على احترام كل المنافسين، ومواجهه كانو سبورت قويه، الانطباعات عن فايلر جيده، حضر لتحقيق البطولات ويحظى بكل الدعم، السوبر بطولة مهمة نخطط للفوز بها برؤية تهدف لمصلحة الفريق، هذه حقيقة رحيل الشناوي للسعودية وموقف سعد وربيعة ومحمد محمود. مجلة الأهلي، الأهلي بعقلية سويسرية يتحدث في غينيا الاستوائية، فايلر يقود الفارس الأحمر بأحلامه في أول اختبار أمام كانو سبورت في مالابو. الأخبار، الأهلي بروحين جاهز للسوبر ويطير إلى غينيا الاستوائية. الأخبار المسائي، الأهلي يطير لغينيا في رحلة الأشغال الشاقة، الفريق يؤدي مرانه الأول على ملعب نجيل صناعي وتحذيرات من التقلبات الجوية. الوطن، الأهلي يطير إلى غينيا استعدادا لمواجهة كانو سبورت ويصطحب طباخا خاصا، عبد الحفيظ يجهز تقريرا خاصا عن الرحلة، ارتياح بعد انتظام الشناوي في التدريبات، فايلر يشرح المنافس اللاعبي، والرباعي الأجنبي يلحق بالبعثة انفراديا. المصري اليوم، الإرهاق والأمطار يربكان حسابات الأهلي قبل مواجهة بطل غينيا، اختبار طبي لحسم مشاركة محمد الشناوي، مران خفيفة اليوم بسبب الترتان، فايلر يسعى لتصحيح الأخطاء. الأهرام، الأهلي يعلن عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية بعد السوبر، الفريق يخوض مرانه الأول في غينيا الاستوائية لكانو سبورت.
مجلة الأهلي بعد انتصار الخطيب لمبادئ الأهلي، تنس الطاولة يحقق الإنجاز ويتوج بلقب البطولة العربية للأندية. طيب نبتدي بمجلة الأهلي وحديث للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، واللي بيتكلم في بعض الأمور اللي بتخص الفرقة. أبرز هذه الأمور إن هو قال إن إحنا دخلنا في الجد، وفعلا النادي الأهلي في مرحلة غاية في الأهمية. عندك تحديات مختلفة أفريقية ومحلية. أفريقية بتتمثل في دور 32، محلية بتتمثل في مباراة السوبر أمام نادي الزمالك، فبالتالي هي مرحلة مهمة جدا للنادي الأهلي. تطرق كمان كابتن سيد عبد الحفيظ وقال احترام كل المنافسين ومواجهة كانو سبورت قوية، مش بيقلل خالص من قيمة فريق كانو سبورت، فريق يعني حديث الإنشاء 2014 تم إنشاء هذا الفريق. وبيقول ان احنا مهم قوي ان احنا ناخد هذه المباراه بمنتهى الجديه. انطباعاته عن فايلر او انطباعات بشكل عام، مش انطباعات كابتن سيد نفسه يعني، عن فايلر جيده، وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم هي مجرد انطباعات ومؤشرات لبدايه المدير الفني مع النادي الاهلي. المؤشرات دي هتتضح اكتر امتى؟ مع توالي المباريات، ساعتها تقدر تقيم بعد عدد من المباريات، تقدر تقيم بشكل كبير مستر فايلر، اللي نتمنى انه يكون تقييم ليه إيجابي بعد ما نشوف أداء ونتائج رائعة من خلال الملعب بإذن الله. وبيقول إن هو حضر لتحقيق البطولات ويحظى بكل الدعم، وده المعتاد دايما في النادي الأهلي، أي مسؤول أو أي مدير فني متواجد في أي لعبة داخل القلعة الحمراء بيبقى فيه دعم كامل ومساندة كاملة ليه لحد ما يخلص شغله. بعد ما يخلص شغله هنقيمه نشوف إيه الأخبار، الراجل ينفع ما ينفعش. أنا مش بتكلم على فايلر، بتكلم في العموم يعني على أي مدرب بيبقى في النادي. سوبر بطولة مهمة، طبعا بطولة مهمة جدا، انا خطط للفوز بها، دي طبعا تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ برؤية تهدف لمصلحة الفريق. وتطرق بقى للجزئية المهمة دي بقى عشان نحسم بقى الموضوع ده. هو فيما يتعلق بالشناوي والرحيل للسعودية، قال ما فيش أي عروض رسمية جات لمحمد الشناوي من السعودية ولا من أي حتة، واللاعب مستمر مع النادي الأهلي. بيوضح كان موقف سعد وربيعة ومؤمن محمد محمود. سعد وربيعة هيشاركوا في التدريبات الجماعية بعد ما الفريق إن شاء الله يرجع بالسلامة من غينيا. مؤمن زكريا لسه أمامه حوالي 3-4 شهور. محمد محمود خلال اسبوعين بالكثير هيكون متواجد في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي مع النادي الاهلي، وعوده غايه في الاهميه زي ما بنأكد كل يوم. طيب نروح لجريده الاخبار. جريده الاخبار بتتكلم على ان الاهلي بروحين جاهز للسوبر ويطير الى غينيا الاستوائيه. يعني عندك تحديين مهمين قوي، تحدي مباراه كانو سبورت وتحدي مباراه الزمالك. لكن دايما سمت النادي الاهلي ان هو بيفكر في مباراه، هتفكر الاول في مباراه كانو سبورت تتخطاها وتنجح فيها باذن الله، وبعد كده تفكر وتتفرغ لمواجهه الزمالك. اكيد المباراتين ما يقلوش اهميه عن بعض. مباراه كانو سبورت لسه في اياب، لا قدر الله يعني ما حققش نتيجه ايجابيه، بس باذن الله النادي الاهلي حقق نتيجه ايجابيه، عندك مباراه تقدر تعوض فيها ان شاء الله يعني. لكن مباراه الزمالك هي مباراه واحده، فبالتالي تزيد اهميتها قليلا عن مباراه كانو سبورت، وعشان هي مباراه قمه طبعا، اهلي زمالك مباراه كبيره ما فيهاش نقاش. لكن هيجي وقت الحديث عن هذه المباراه بعد النجاح الافريقي باذن الله، او بعد اول مباراه بالتحديد امام فريق كانو سبورت. الاخبار المسائي، الاهلي يطير لغينيا في رحله الاشغال الشاقه. طبعا الرحله كانت صعبه قوي، 5 ساعات من هنا لاثيوبيا مطار اديس ابابا، وتقعد ساعتين هناك ترانزيت، وبعد كده تسافر 5 ساعات تانيين لغينيا الاستوائيه، مجمل كله حوالي 12 ساعه. فطبعا الرحله مجهده شويه وشاقه شويه. الفريق يؤدي مرانه الاول على ملعب نجيل صناعي، ودي تدريبات النهارده بعد ما وصل الفريق. تدريبات بالظبط الفرق ما بيننا ساعه، ما بيننا وبين غينيا الاستوائيه ساعه. يعني دلوقتي مثلا الساعه 5، او الساعه دلوقتي كام؟ الساعه 6:30، هناك عندهم الساعه 5:30. مران النادي الاهلي كان الساعه 5 بالتحديد بتوقيت غينيا، بتوقيتنا احنا 4 بتوقيت غينيا. فبالتالي تدريبات النهارده استشفائيه اكتر منها تدريبات فنيه او بدنيه، وبعد كده بكره يبتدي بقى الجد ان شاء الله من تدريبات اخرى، وبعده كمان اخر مران هيكون على الملعب الرئيسي اللي هيستضيف هذه المباراه، ونجيل طبيعي الملعب اللي هيستضيف المباراه، نجيل طبيعي وملعب بالمناسبه جيد، ملعب ارضيته طبقا للاخبار وصلنا من هناك يعني ارضيته جيده. تحذيرات من التقلبات الجويه، وافريقيا دايما بتمتاز بالموضوع ده، يعني بيبقى ممكن تبقى قاعد كده تلاقي مطره وشويه تلاقي الدنيا حر جدا، الموضوع في افريقيا مختلف شويه. نروح للوطن سبورت. النهارده الوطن هادين شويه،
الاهلي يطير الى غينيا استعدادا لمواجهه كانوت سبورت ويصطحب طباخ خاص. وطبعا الشيف محمد الدالي دايما بيكون متواجد مع النادي الاهلي في هذه السفريات الصعبه جدا. كمان عبد الحفيظ بيجهز تقريرا خاصا عن الرحله، وكابتن سامح حفيظ زي ما حضراتكم عارفين سافر بدري، هو كابتن سمير عدلي المدير الاداري، وحضروا كل شيء قبل وصول الفريق النهارده. الفريق وصل حوالي الساعه 2 او 3 العصر كده النهارده، وارتياح بعد انتظام الشناوي في تدريبات. الشناوي خلاص لائق للمشاركه في المباراه القادمه، وفي الاخر هيتم تقييم جاهزيته، هل هي تامه ولا هيبقى في قلق شويه، لكن هي الاقرب ان هي تكون تامه، وبالنسبه النسبه الاكبر ان هو هيشارك في المباراه بشكل اساسي. فايلر يشرح المنافس للاعبيه، وده من خلال محاضرات مكثفه. النهارده بالمناسبه هيبقى في محاضره الساعه 9 بالليل، يعني الفريق هيتمرن يرجع على الاوتيل يتعشى، بعد العشاء مباشره هيبقى فيه محاضره مهمه من مستر فايلر مع اللاعبين، ويتكلموا عن نقاط القوه والضعف في فريق كانو سبورت وكيفيه مواجهته. ان شاء الله يكونوا موفقين. الرباعي الاجنبي يلحق بالبعثه انفراديا، في النهارده 2 بالليل يعني 2 من اللاعبين ازارو معلول هيوصلوا الساعه 11 تقريبا بالليل ينضموا للبعثه، وبكره الصبح هيوصل اليو ديانج وجيرالدو اللي بالمناسبه احرز اهداف اكثر من رائع بالامس في المباراة مع منتخب أنغولا. نروح للمصري اليوم. الأمطار والإرهاق يربكان حسابات الأهلي قبل مواجهة بطل غينيا. من الأهلي خلاص يعني اللعيبة متعودة بنسبة كبيرة على كل هذه التقلبات، يعني اختبار طبي لحسم مشاركة الشناوي، إن شاء الله هيشارك مران خفيف اليوم بسبب الترتان، وفايلر يسعى لتصحيح الأخطاء. تصحيح الاخطاء ده بالمناسبه يعني هيكون من خلال الفيديوهات واللقطات اللي شافها اللاعبين قبل كده. الراجل لسه ما لعبش اي مباراه مع النادي الاهلي او ما قدرش اي مباراه مع النادي الاهلي، ممكن تصحيح بعض الاخطاء كمان ممكن تكون في التمرين، وبتتعلق اكتر بالتمركز بالنسبه للاعبين. اللاعبين طبعا عارفين ازاي يتمركزوا والكلام من ده، لكن بيبقى في طبعا رؤى مختلفه للمدير الفني الجديد، فكل دي امور هيتم معالجتها او هيتم التركيز عليها خلال التدريبات النهارده بكره بعده، وبكره وبعده بالتحديد قبل المباراه على طول ان شاء الله يوم السبت. الاهرام بتتكلم عن عوده محمد محمود، وان الاهلي يعلن عوده محمد محمود للتدريبات الجماعيه بعد السوبر باذن الله. باذن الله بعد السوبر، لو السوبر يعني يوم 20 النهارده 10 او 11 لسه 10 ايام، يعني بعد السوبر بيومين ثلاثه كده باذن الله هيشارك في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، وعودته اضافه كبيره طبعا. الفريق يخوض مرانه الاول في غينيا السويس على كلام الاسبوع، احنا اتكلمنا في الجزئيه دي. عايز اروح بقى للخبر الجاي ده لان خبر مهم قوي. مجله الاهلي بعد انتصار الخطيب لمبادئ الاهلي، تنس الطاوله يحقق الانجاز ويتوج بلقب البطوله العربيه للانديه. اكيد حضراتكم متابعين الكواليس اللي حصلت. احنا كان عندنا بعثه لتنس الطاوله، بعثه من فريق النادي الاهلي هناك في المغرب عشان البطوله العربيه. البعثه دي كان فيها اثنين من اللاعبين المميزين جدا، خالد عصر وعمر بدير. الاثنين اللاعيبه دول اتخانقوا مع بعض، حصل بينهم اشتباك كده في اللوبي في الاوتيل. لما عرف كابتن محمود الخطيب تم ابلاغه طبعا عن طريق المدير الفني كابتن اشرف، اللي كلم كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بدوره، راح مكلم كابتن محمود الخطيب، قرر على طول ان الاثنين دول يرجعوا مصر يتم ترحيلهم. مش مهم بقى هنكسب البطوله هنكسب البطوله، رغم ان هم اثنين مهمين لاعبين جامدين قوي في تنس الطاوله. فبالتالي الفريق كمل البطوله او ابتدى البطوله اصلا، لان القصه دي حصلت قبل البطوله تبتدي بساعات يعني. الفريق كمل البطوله او لعب البطوله بعناصر قليله، اربع لاعبين بس. اربع لاعبين اللي قدروا ان هم في الاخر بعد هذه العقوبة وبعد هذه المجازفة المحسوبة قدروا ان هم يفوزوا باللقب. سيد لاشين، محمد البيلي، محمد شومان، شادي مجدي. فبالتالي بنبارك لهم طبعا، وكان قرار مهم وتربوي وانتصار للمبادئ الخاصة بالنادي الاهلي والقيم كما هو المعتاد. خلينا نروح لمداخلة سريعة ومهمة جدا مع زميلنا العزيز شريف شعبان، مراسل وموفد قناة النادي الاهلي ومرافق بعثة الفريق في غينيا الاستوائية، عشان يقول لنا كل الأخبار وكل ما يتعلق بالفريق هناك بعد الوصول ظهر اليوم. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل طمنا يا شريف. تفضلت وقلت مرافق لبعثة النادي الأهلي اللي تواجدت في غينيا الاستوائية الساعة الواحدة ظهرا بعد رحلة طيران شاقة جدا ابتدت من الساعة 2 منتصف الليل ليلة أمس إلى الواحدة ظهر اليوم في رحلة طيران يمكن شاقة جدا جدا جدا، ولكن دي عادة النادي الأهلي. الأهلي متعود على هذه الأجواء، بإذن الله تكون
فقل حسن ليه، وباذن الله يكون مطلوبها انتصار يوم السبت المقبل باذن الله. باذن الله. طمنا بقى على الاجواء عندك، اخبارها ايه؟ المناخ، فرق التوقيت، هل فعلا ساعه ولا؟ قول لنا كل الكواليس الخاصه بالبعثه، الحاله البدنيه بالنسبه للاعبين، هل في ارهاق كبير؟ التمرين النهارده المران كان عباره عن ايه؟ هل هو مران استشفائي في بعض الجوانب التكتيكيه؟ قول لنا كل التفاصيل يا شريف. تمام. خليني اقول لك ان التجمع في المطار بالامس كان 11:30 مساء، ويمكن البعثه تحركت طبعا برئاسه الاستاذ طارق انجيل رئيس البعثه وعضو مجلس اداره النادي الان. يمكن الرحله اتحركت الساعه 2:30 بالتحديد الى مطار اثيوبيا او اديس ابابا، وصلت في 6:30 صباحا. حاول لاعب النادي الاهلي الخروج الى النوم، ولكن طبعا يعني كان النوم ومع دوشه الطياره واضاءه الطياره ما كانش في نوم كتير، او ما قدروش يقدروا يناموا اكثر من نص ساعه على بعض. مثلا يمكن وصلنا اديس ابابا الساعه 6:30، قعدنا في المطار لحد الساعه 9:30، وركبنا طياره اخرى الى غينيا وصلت الساعه 1 ظهرا. يمكن كان بين الارهاق الشديد على لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني والجهاز الاداري. كان في استقبال البعثه طبعا معالي السفير المصري حاتم حسوبه، ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، والمدير الاداري الكابتن سمير عدلي، ومسؤولي شركه المقاولون العرب. يمكن فور وصول النادي الاهلي الى الفندق اللي يبعد عن المطار حوالي 3 دقائق أو 4 دقائق بالكثير. يمكن المدينه الى حد ما صغيره، ولكن المناظر الطبيعيه حدث ولا حرج ما شاء الله، حاجه يعني كانت ارض الله. يعني المسافه صغيره جدا الى الفندق. يمكن بعد التوجه الى الفندق على طول خرج اللاعبون الى النوم. يمكن التمرين كان الساعه 5 بتوقيت غينيا، 6 بتوقيت القاهره. يمكن التمرين استمر حوالي امامي يمكن نص ساعه في حديقه الفندق، حديقه كبيره جدا الفندق على اعلى مستوى. يمكن شابوه الكابتن سمير عدلي على اختياراتهم الموفقه، فندق على اعلى مستوى، هي حديقه كبيره جدا الاهلي قدر يتمرن عليه النهارده. التمرين كان خفيف، كان استرتشات كلها عشان يفك عضلات الرحله القويه، الرحله الكبيره جدا على لاعبي النادي الاهلي. بداها مستر فيروس في محاضره مع اللاعبين اللي اتكلم فيها عن ارهاق الرحله، عن بداياته يوم السبت في اول مباراه رسميه لتقديم نفسه الى جمهور النادي الاهلي. طالب اللاعبين بالفوز، طالب اللاعبين بتقديم عرض قوي علشان يستثمروا حتى قوي تعب المشوار ده كله يروح في الرجوع. خليني اقول لك ان التمرين يمكن انتهى الان، يمكن ما استمرش اكتر من 35 دقيقه علشان يفك العضلات. ويمكن بعد قليل هيكون في محاضره مع اللاعبين لمشاهده فريق كانوا سبورت بطل غينيا، ومن بعد هيكون العشاء وخروج اللاعبين الى النوم بعد يوم طويل شاق للاعبي النادي الاهلي. لو قلت لك عن اللعيبه المحترفه اللي هتنضم للنادي الاهلي النهارده، هينضم في يعني 11 مساء هينضم علي معلول وعزارو اليوم باذن الله، بكره هيكون جيراردو وجانز، بكره في الظهر هيكونوا موجودين في فندق الاقامه. يمكن بكره هتحتاج النادي الاهلي. دعواتنا ودعوات كل المصريين، دعواتك باذن الله يكون الفوز بالاهلي. تمام، انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي والمرافق لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية، واللي طمنا بشكل كبير جدا على حالة البعثة بعد الوصول وبعد رحلة شاقة جدا من القاهرة لغينيا. نتمنى لهم بإذن الله يا رب كل التوفيق في هذه المباراة، ونشوف بداية قوية جدا لمستر بايلر بإذن الله، ونشوف لاعبين يقدروا يقدموا لنا أداء جيد ونتيجة جيدة، وده الأهم في كل الأحوال. طيب احنا اتكلمنا عن اخبار الاهلي في الصحف، لسه في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع، نروح نشوف. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الخطيب يشارك في اجتماعات رئيس الاتحاد الدولي مع منظومه الكاف. الموقع الرسمي للاهلي: الاهلي يطلب حيثيات الحكم ويستأنف الغرامه لمصلحه اللاعب البرازيلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: بعثه الاهلي تصل غينيا الاستوائيه. الشروق: سفير مصر في غينيا الاستوائيه يرحب ببعثه الاهلي. صدى البلد: نائب رئيس اتحاد الكره بغينيا الاستوائيه يستقبل بعثه الاهلي. بوابه اخبار اليوم: الاهلي يخوض اول مران له في غينيا الاستوائيه. 1-3 فايلر يعقد محاضره مع لاعبي الاهلي.
سوبر كورة، أشغال شقة لمحلل الأداء الأهلي في غينيا بأوامر فايلر. اليوم السابع، فايلر يطلب تقريرا عن 8 لاعبين قبل مواجهة كانو سبورت. الشروق، معلول وأزارو يصلان لبعثة الأهلي في غينيا الاستوائية الليلة بإذن الله. الوطن سبورت، غدا جيرالدو وديانج ينتظمان في تدريبات الأهلي وإرشادات طبية للوقاية من الأمراض في غينيا. فيتو، قراءة في حسابات فايلر قبل مواجهة كانو سبورت بدوري الأبطال. الموقع الرسمي للأهلي، الشيخ مباراة كانو سبورت صعبة والجميع يقدر حجم المسؤولية. عايز ابتدي بخبر مهم جدا للموقع الرسمي للنادي الاهلي، وهو فيما يتعلق بالكابتن محمود الخطيب اللي شارك في اجتماعات رئيس الاتحاد الدولي مع منظومه الكاف. وزي ما حضراتكم عارفين ان خلال الفتره الحاليه متواجد بعض اعضاء الاتحاد الدولي او لجنه، وترأسهم طبعا رئيس الفيفا انفنتينو، وده لاعاده الهيكله الخاصه بالاتحاد الافريقي. واحنا عارفين المشاكل الخاصه بالاتحاد الافريقي خلال الفتره الجايه، فهم بيحاولوا يعيدوا هيكله الاتحاد. فبالتالي كابتن محمود الخطيب شارك اليوم في اجتماعات انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم مع منظومه الكاف برئاسه احمد احمد، وذلك لمناقشه تطوير الكره الافريقيه وتفادي بعض المشاكل التي تعوق المسيره في القاره السمراء. جاءت مشاركة رئيس الأهلي في هذه الاجتماعات بعد دعوته رسميا في مقدمة كبار ممثلي الكرة الأفريقية في القارة للارتقاء باللعبة وإجراء بعض الإصلاحات التي تخدم مصلحة اللعبة خلال الفترة القادمة. وفي الحقيقة كانت جلسة مهمة جدا واجتماع غاية في الأهمية، وبحضور الكابتن الكبير جدا كابتن محمود الخطيب، أحد رموز القارة في الحقيقة، مش رمز بس من رموز النادي الأهلي، أو رموز من رموز الكرة المصرية وقارة أفريقيا بشكل عام، بدليل أن بيتم دعوة الكابتن محمود الخطيب سواء كسفير لبطولة الأمم الأفريقية سابقا، وشفنا الكلام ده خلال البطولة اللي فاتت، وكمان لحضور الاجتماعات الخاصة بتطوير الكرة الأفريقية بشكل عام خلال الفترة اللي جاية. وأكيد اجتماعات مهمة، وزي ما حضراتكم شفتوا كده الصور بحضور الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. طيب، عايز أروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي واللي بيتكلم على الموضوع هندريك، وإن كان في عقوبة على النادي الأهلي حوالي 990 ألف دولار. الأهلي طلب حيثيات الحكم وهيستأنف على الغرامة لمصلحة اللاعب، وده من خلال توجيهات الكابتن محمود الخطيب للمستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات لاستئناف الحكم الصادر بالغرامة ومصلحة اللاعب البرازيلي بعد دراسة الحيثيات وتقديم المستندات اللازمة في هذا الشق. المستشار القانوني بالفعل بدأ خطوات لاستئناف الحكم وتجهيز ملف جديد للدفاع عن حقوق الاهلي امام الفيفا، خاصه المكاتبات الصادره والوارده من والى النادي اثناء مخاطبه اللاعب عندما تمت اثاره مشكلته عقب قيام مجلس الاداره السابق بالتعاقد معه وانهاء التعاقد بعد 8 شهور، اقل من سنه تقريبا. فاكرين حضراتكم هندريك كان لعيب برازيلي بجنسيه المانيه وجي قعد مع النادي الاهلي تقريبا 8 شهور بس وحصل مشاكل. يعني عموما النادي الاهلي هيستأنف عن او على هذا القرار. طيب، اتكلمنا على اخبار النادي الاهلي هناك في غينيا، خلاص عايز اروح لبعض الامور اللي بتتعلق ايضا بالفريق هناك. 1-3 بيقول ان فايلر يعقد محاضره مع لاعبي الاهلي، وده برضه اتكلمنا فيه، وان المحاضره هتكون النهارده وهيبقى في ايضا محاضرات اخرى بكره، حتى المحاضره حتى موعد المحاضره الاخيره هتكون قبل المباراه بكل تاكيد، واللي هيتم الاعلان فيها عن تشكيل النادي الاهلي. في نفس الاطار سوبر كورة بتقول ان اشغال شقة لمحلل الاداء في النادي الاهلي في غينيا باوامر فايلر، واكيد مستر فايلر طلب منه بعض الامور اللي يتم تقطيعها كلقطات فيديو، يقطع لقطات فيديو، ودي مهمة محلل الاداء لفريق كانو سبورت علشان يدرسها بشكل اكبر وادق ويعرضها كمان على اللاعبين ويديهم التعليمات من وجهة نظره اللي ان شاء الله ينفذوها وينجحوا فيها، فبالتالي هيبقى شغل شاق جدا لمحلل اداء النادي الاهلي. نروح لليوم السابع. اليوم السابع بتقول فايلر يطلب تقريرا عن 8 لاعبين قبل مواجهة كانو سبورت. الثمان لاعبين اللي هم الدوليين، الاربعه الاجانب اللي كانوا مع منتخبات بلادهم، والاربعه اللي كانوا مع المنتخب الاولمبي المصري. فبالتالي هيبقى في تقرير على كل اللاعبين دول عشان يقدر يقيم وياخد قراره هل هيستعين ببعضهم في المباراه ان شاء الله يوم السبت ولا لا. اكيد هيستعين من البعض، يعني منهم علي معلول، ازارو،
اليو ديانج وارد بعد تألقه، جيرالدو امبارح جاب جون حلو قوي قوي. فبالتالي ان شاء الله العناصر كلها جاهزه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في الفتره اللي جايه. طيب عايز اروح للوطن سبورت، وانا هتكلم على خبر الوطن ده عشان عايز اشوف الهدف بتاع جيرالدو يا جماعه، نشوفه ونوريه لجمهور النادي الاهلي. خلاص عرفنا جيرالدو وديانج هينتظمان في تدريبات الاهلي، واشادات طبيه للوقايه من الامراض في غينيا. طبعا بيبقى فيه دايما في المنطقه الاستوائيه امراض وكلام ده. طبعا الهدف بتاع جيرالدو، بص الاستلامه الاول استلامه رائعه، لما تصويبه برجله اليمنى وهي مش رجله الاساسيه وبيلعب بالشمال دايما، فهو ده جيرالدو. مع النادي الاهلي ما شفناش لسه هذه الامكانيات، مستنيينها من جيرالدو، لكن يا رب تكون دي بالنسبه له انطلاقه وبدايه جديده يعني. فهدف كان اكثر من رائع وهدف جيد لجيرالدو. بشكل عام كمان ديانج ساهم في صعود المنتخب الاولمبي المالي لبطوله الامم الافريقيه في مصر ان شاء الله في شهر 11، من يوم 11 او من يوم من يوم 8 فبراير 8 نوفمبر 8 فبراير صح 8 فبراير لاخر الشهر. فبالتالي هتبقى بطوله مهمه، ديانج ساهم بشكل كبير جدا في هذا الصعود بعد التفوق على المنتخب المغربي. نروح لفيتو، وبتتكلم وبتقرا حسابات مستر فايلر قبل مواجهه كانو سبورت بدوري الابطال، وبيستعرضوا التشكيله الاقرب في هذه المباراه. طبقا لموقع فيتو واستنتاجاتهم هم يعني، ان التشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسه المرمى، امامه كل من علي معلول ظهير ايسر، محمد هاني ظهير ايمن، واثنين مساكين على حسب جريده او موقع فيتو، متولي وايمن اشرف. وفي اعتقادي هيبقى في تغيير في احد هؤلاء اللاعبين يعني، مش الاثنين دول. في نص الملعب سليه وحمدي فتحي دول الاقرب، حسين الشحات ورمضان صبحي، صالح جمعه وازارو ممكن يكون برضو في كفه قفشه تكون ارجح في المشاركه في هذه المباراه. عموما ايا كان مين التشكيل باذن الله الاهم النتيجه ان شاء الله مستنيينها يوم السبت. نروح الموقع الرسمي الاهلي، تصريحات لاحمد الشيخ بيقول مباراه كانو سبورت صعبه والجميع يقدر حجم المسؤوليه. وفي الحقيقه احمد الشيخ من اللاعبين المميزين جدا بصراحه، حظه سيء شويه سواء فيما يتعلق بالاصابات، فيما يتعلق بان هو لما بيظهر شويه ويبتدي يلعب بيتغير مدرب، يعني امور ممكن تكون بتعطله مخليه حظه وحش شويه مع النادي الاهلي. لكن ان شاء الله الفتره الجايه احمد الشيخ يقدر ان هو يساهم في كل الانتصارات في المباريات ويبقى مؤثر، لان احمد الشيخ لعيب كبير قوي. بيقول ان مباراه كانو سبورت طبعا مباراه صعبه جدا، وقال ان احنا كلنا كلاعيبه مقدرين جدا حجم المسؤوليه وعارفين هدفنا ايه، وهو اسعاد الجمهور الاهلاوي، وهم متشوقين جدا لبطوله دوري ابطال افريقيا على حد طبعا تصريحات احمد الشيخ، واحنا هنحاول نحقق لهم هذا الحلم ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه في اخبار محليه وعالميه نروح نشوفها. اليوم السابع رسميا اتحاد الكره يقيل محمد الشريعي المدير المالي للجبلايه. سوبر كوره كواليس رحيل المدير المالي للجبلايه، الفيفا كلمه السر. الوفد اتحاد الكره فاطمه صاموره هددت باقاله اللجنه الخماسيه حال استمرار الشريعي. الكابتن الامن وافق على حضور الجماهير في نهائي السوبر. الوطن سبورت عمرو الجنايني يرفض التصميم الجديد للدوري والكأس، والغندور يجهز حكام السوبر. 1-3 الحكام العرب مرفوضون في السوبر بين الأهلي والزمالك. اليوم السابع اللجنة الخماسية ترفض إلغاء العمومية العادية. فيتو بعيدا عن ملاعب أمم إفريقيا، الرياضة تضع خطة تطوير باقي الاستادات. سوبر كورة خماسية اتحاد الكرة تجتمع مجددا لحسم ملف المدير الفني الجديد للمنتخب. الوطن سبورت شوقي غريب السعودية تجربة وعدت، والتفكير في البطولة الأفريقية. فيتو قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نهاية سبتمبر. يلا كورة فان دايك الأبرز، تقارير ليفربول يريد التجديد للرباعي. في الجول سبورت غياب ميسي يتواصل، لن يشارك أمام فالنسيا.
مبتدا: ميسي يتلقى عرضا للانتقال للدوري الامريكي. سبورت 360: مانشستر يونايتد يوجه تحذيرا شديد اللهجه الى ديخيا. بعد الفاصل حديث مكثف مع ضيفنا العزيز اليوم الأستاذ طارق عوض الناقد الرياضي بالجمهورية، والتطرق هيكون لكل الأمور على الساحة الرياضية المحلية، وآخر كمان أخبار النادي الأهلي في هذه اللحظات. كل ده بعد فاصل، استنونا. الأستاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير بالجمهورية بينورنا ويشرفنا في هذه اللحظات. يا أستاذ طارق منورنا. منور ميكاني، أهلا وسهلا بيكم، وبتشرف وجودي في قناة النادي الأهلي. سعيد إن حضرتك معايا النهارده. ربنا يخليك، أنا أسعد بكتير. عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه، بس قبل ما نتكلم في كل الأمور اللي عندنا عايز بس أوضح أو أصحح معلومة، إن بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في شهر نوفمبر، شهر 11 القادم مش فبراير. بيقولوا لي إن أنا قلت فبراير ده لسه السنة الجاية، لا إحنا عايزين نخلص البطولة دي ونتأهل لطوكيو بقى إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ طارق، عايزين نتكلم عن النادي الاهلي مقبل على مباراه غايه في الاهميه. تمام. امام فريق كان سبورت ذهاب دور 32، كيف ترى هذه المباراه وكيف ترى الاستعدادات بكل الظروف المختلفه اللي احنا بنتابعها خلال هذه الساعات؟ طيب، هي اهميه المباراه بالنسبه لو حسبناها ككوره، مباراه في دور 32 لبطوله دوري ابطال افريقيا، بتبقى المهمه تقريبا سهله للنادي الاهلي. كويس. لكن في الظروف اللي مرت والظروف الاخيره اللي احنا عشناها وتغيير المدرب والتعاقد مع مستر ريني فايدر والكلام اللي حصل حوالين مستر فايلر والسيره الذاتيه بتاعته والكلام ده كله، اعتقد المباراه بقت في غايه الاهميه. كويس. ده لعده اسباب. اولا، النادي الاهلي مطالب ان هو يحقق نتيجه كويسه قبل ماتش العوده في القاهره. طبعا بدون مقاطعه حضرتك، دي لقطات لمغادره الفريق من مطار القاهره امبارح فجر اليوم وفي طريقهم للوصول لغينيا، هم الحمد لله خلصوا وصلوا بالسلامه. الحمد لله. فضل. الحمد لله. النقطة الثانية ان مستر فايلر نفسه محتاج ان هو يرد بقوة على كل الكلام وكل التقارير اللي كتبها عنه، والسيرة الذاتية بتاعته اللي اتقالت ان هي ممكن تكون مش بالاهمية الكبيرة او مش لا يمتلك فيها قوة كبيرة. التشكيك اللي كان بيحصل. التشكيك اللي كان بيحصل. واعتقد ان ده امر انا كنت شايف ان هو حرب نفسية كانت بتقام ضد المدير الفني. حرب نفسية. لان النهاردة القوة اللي شغالة في السوشيال ميديا دلوقتي بتلعب دور كبير جدا في الموضوع دوت، ازاي انا احبط من معنوياتك وازاي انا احط من معنوياتك وازاي في نفس الوقت ارفعك لدرجه في السماء. النهارده الحرب النفسيه دي للاسف شغال وكلنا بنشوفها وبنقراها. فاعتقد ان ده كان في اطار الحرب النفسيه اللي كانت ضد فايلر واللي كانت ضد النادي الاهلي، واعتقد ان عشان كده او السبب ده مستر فايلر مطالب انه يرد بقوه على كل هذه التقارير وان يحقق نتيجه ايجابيه وان يحسن اختيار التشكيله التي يخوض بها المباراه امام فريق ما اعتقدش ان هو بالقوه الكبيره، لكن ظروف زي ما قلنا السفر بره مصر وظروف فريق ما نعرفوش، وهو كابتن مستر فايلر نفسه تقريبا ما لعبش في اجواء افريقيه قبل كده، فهي دي كلها بتبقى صعوبه المباراه. لكن على ثقه ان شاء الله بالتشكيله اللي موجوده وباللاعبين الموجودين وبالدكه القويه جدا اللي يمتلكها النادي الاهلي انه يعبر المباراه بامان ويحقق نتيجه جيده جدا قبل لقاء العوده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، وزي ما حضراتكم شايفين كده دي لقطات مغادره البعثه فجر اليوم، وطبعا كل التحيه والتقدير لفريق العمل المرافق لبعثه النادي الاهلي هناك في غينيا الاستوائيه. طيب، بتتوقع شكل النادي الاهلي يكون ازاي في مباراه كانو سبورت، سواء من حيث الاداء او من حيث تشكيل هذه المباراه؟ طيب، قبل ما اتوقع خلينا نتمنى بقى، يعني احنا نتمنى طبعا خلينا نتمنى بكره ممتعه، كره جيده، كره هجوميه. كويس. لنا لما يمتلكه النادي الاهلي من لاعبين. هل ده ممكن يحصل من اول مباراه للمدير؟ يحصل من اول مباراه، خصوصا ان التدريبات اللي كان بياخدها مستر فايلر كان بتقول ان هو الراجل هو نفسه صرح في من اول ما جه وقال ان هو بيحب يلعب كره هجوميه. العناصر اللي موجوده والتولز اللي موجوده في ايديك دلوقتي من لاعبين موجودين يخليك تلعب كره هجوميه بشكل كويس جدا. الجميل دلوقتي في النادي الاهلي او الحاجه الكويسه اللي حصلت دلوقتي ان عكس الموسم اللي فات او الموسم اللي قبله الفرقه تقريبا مكتمله،
العناصر جيده جدا. النهارده بنلاقي محمد هاني واحمد فتحي الاثنين على نفس المستوى، واحد فيهم بيقعد على الدكه وواحد فيهم بيشارك في الملعب. عندنا ما شاء الله في نص الملعب في حمر السوليه، في اليو ديانج، في حسام عاشور نفسه بيقعد على الدكه، في حمدي فتحي لعيب رائع جدا. فاذا كل مركز في المراكز بتاعت الفرقه دلوقتي بقى فيها لعيب قوي ولعيب قادر ان هو يسد الفراغ. فكل الظروف دي او كل التولز دي اقدر انا، يتبقى حاجه واحده بس، ان انا ازاي اوظف اللعيبه دي جوه الملعب. اذا كان انا عندي فكر هجومي وعندي كل العناصر دي موجوده ما شاء الله، عناصر متميزه في كل في كل المراكز يعني في النادي الاهلي. قائمه في الحقيقه قائمه مميزه بصراحه، ممتازه يعني انا شايف. وبالمناسبه القائمه مكتمله ما عدا رامي ربيعه، يعني 26 لاعب ان شاء الله موجودين مع النادي الاهلي، اللي غايب الوحيد هو ربيعه الاصابه يعني. بالظبط، فلا لك عندك بديل، يعني عندك لاعب. عندك كله جاهز بعد كده يعني، عندك ياسر ابراهيم موجود، وعندك محمود ولي موجود، وعندك اللي يسد، وايمن اشرف حتى رغم من الكلام اللي اتقال او التقرير اللي طلعت ان مستر فاير مش هيلعبه كلاعب دلوقتي مساك، لكن يقدر في اي وقت ان هو يطلع بيه لو اقتضت الحاجه يعني. عشان كده بقول لك ان احنا اختيار التشكيله واختيار اللعيبه اللي هتشارك في المباراه ده اهم نقطه عايزين نشوفها احنا بقى. جماهير النادي الاهلي تقريبا عانت الفتره اللي فاتت، كان مستر لاسارتي معلش هضطر اتكلم عليه سريعا جدا، ان هو كان عنده لعيبه كويسه جدا وكان عنده لعيبه ممتازه جدا، ومع ذلك كانت النتائج ماشي اوكي، كان بيحقق انتصارات، لكن مفيش احساس الاداء، مفيش الاحساس بالمتعه، مفيش يعني اللي كان بيعمله قبل كده مثل مانويل جوزيه اللي هو الاجهاز على المنافس. الفوز دايما ما كانش مقنع، ما كانش مقنع وما كانش بفرق سكور يعني، بتلاقي دايما النتيجه بتبقى 1-2 والامتاع والاقناع مش موجودين. فاللي اعتقد ان الغالبيه العظمى من جماهير النادي الاهلي دلوقتي بتتمنى امتاع مع نتيجه مع اداء قوي. لو طبعا هم طمعوا، معلش هم ليهم حق ان هم يطمعوا دلوقتي، لان لعيبتهم من افضل اللعيبه اللي موجوده في 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 مصر، وعارفين قدرات لعيبتهم كويس جدا، وما كانش في توظيف ليهم في الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا، فهم طمعانين في الثلاث حاجات دول. اعتقد ان لو مستر فايلر اظهر اثنين منهم بس فهو هيكسب ثقه واحترام جماهير الاهلي من اول مباراه. هل بتشوف ان دلوقتي المسؤوليه بقت اكبر نسبيا على اللاعبين بعد ما مجلس الاداره وفر كل الامكانيات تقريبا، سواء جهاز فني، اجهزه خاصه للفرقه، كل حاجه متوفره بالنسبه للنادي الاهلي والفريق الاول بالتحديد يعني، هل المسؤوليه اصبحت اكبر على لعيبه النادي الاهلي بدون وضع ضغوط؟ انا مش بحط عليهم ضغوط، لكن دلوقتي هم مطالبين ان هم يثبتوا نفسهم بشكل اكبر من كده. خدنا الدوري وكلام من ده، لكن دايما بيبقى الاهم دوري ابطال افريقيا. طبعا هل تتفق معايا في الجزئين؟ متفق معاك تماما. لكن برضو عايزين شغل المدرب، ان زي ما قلنا بالظبط يعني، زي ما قلنا احنا اللعيبه كانت موجوده لكن ما كانش في توظيف كويس، فده اللي خلى البطولات هربت واحده ورا الثانيه. بعض اللاعبين بعيد عن مستواهم قوي في الحقيقه برضو، حقيقي كان ده موجود، لكن دلوقتي بقى النهارده انتم ما شاء الله كل يعني كلكم فورمه، وشفنا اللعيبه حتى اللعيبه اللي في المنتخب الاولمبي سواء كان رمضان صبحي او كل اللعيبه اللي شاركت في المنتخب الاولمبي كانت ما شاء الله عليها. صلاح محسن طبعا، واحمد كلهم دول مش موجودين. لا يعني بتكلم تحديدا على رمضان صبحي وصلاح محسن، الاثنين وكانوا ممتازين وظاهرين بشكل كويس جدا يعني. اللعيبه كمان اللي موجوده في النادي الاهلي الباقيه يعني، علي معلول ما شاء الله في قمه مجده يعني. ما شاء الله عليه. لو اتكلمت على حمدي فتحي بيعيش يعني افضل فتره منذ انضمامه للنادي الاهلي في يناير اللي فات، افضل فتره حمدي فتحي كمان طبعا ان شاء الله. منه هو ميزه حمدي فتحي ان هو لعيب تحس ان هو عنده اقدام، تحس ان هو لعيب عنده جموح وعنده اقدام، والحاجه الكويسه جدا اللي كان النادي الاهلي مفتقدها على مدى الفتره اللي فاتت الطويله دي، ان كان دايما لعيب نص ملعب الارتكاز ما بيقربش من خط منطقه الجزاء الخصوم يعني، ما بيكملش. وده الفتره الاخيره اما حمدي فتحي بقى يروح يكمل على المنطقه خلى فيه قوه هجوميه كبيره جدا. شاط جاب اجوان، لعب بهيد وجاب اجوان، فاعتقد ان هو حمدي فتحي من اللاعبين اللي هيبقى ليهم شكل كبير جدا في الفرقه ان شاء الله السنه اللي جايه. فانا متفق معاك تماما ان المسؤوليه فعلا على اللعيبه، الاداره وفرت لهم كل حاجه، فاعتقد ان باقي دوركم انتوا بقى في الملعب، دوركم انتوا اللي تحققوا النتائج مع المدرب ان شاء الله. ان شاء الله. متوقع النتيجه ممكن تبقى كام؟ بنتوقع بدري شويه، خلاص ناقص يومين ثلاثه على ان شاء الله تبقى 1-0 للنادي الاهلي. 1-0 للاهلي ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله يرجع بنتيجه ايجابيه قبل مباراه الاياب وقبل مباراه السوبر طبعا امام نادي الزمالك، وهذه المباراه الهامه. لكن عايز اتطرق مع حضرتك استاذ طارق لجزئيه غايه في الاهميه، وانا اتكلمت فيها في بدايه الحلقه، وهو فيما يتعلق بقرارات لجنه الانضباط بالامس. تعليقك عليها ايه؟ والله مش عجباني. مش عجباك؟ لا. ليه؟ لان قرارات لجنه الانضباط كلها جاءت ماليه. ماليه؟ ماليه. مفيش ايقافات، مفيش استبعاد، ودي الامور اللي بقت تاثر في 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 القرارات او العقوبات بشكل واضح جدا. النهارده لو بصيت للعقوبات اللي اتخذت 50,000 و100,000 و30,000، معلش سوري يعني ما مش ارقام مؤثره في عالم البيزنس بتاع كره القدم في اليومين دول. ايه 30,000 جنيه و50,000؟ يعني ما تجيب لعيبه بملايين، 20 مليون 30 مليون 40 مليون. يبقى الهدف من العقوبات ان انا احرم اللاعب اللي هو اصدر المشكله او عمل المشكله من انه يشارك في المباريات، وبالتالي فريق ناديه يخسره، لان ناديه دافع فيه ملايين لكن هو بيتعاقب بالافات. بالظبط. فطبعا الموضوع انا مش متفق تماما مع العقوبات اللي موجوده. شايف ان العقوبات الماديه غير رادعه. لا مش راضي، مش راضي، مش راضي عن العقوبات الماديه تماما. لازم يبقى فيه ايقافات، وده بنقوله مش على فرقه بعينها او على حد بعينه. انا بتكلم في المطلق وبنتكلم في المجمل وبنتكلم على كل الانديه. يعني النهارده ما ينفعش انا في وقت من الاوقات اجي اخد قرار ضد حد واقول له انت معاقب ب 10,000 جنيه ولا ب 20,000 جنيه وهو طالع بيسيء وكل شويه بيشتم او بيقول كلام مش مظبوط او الكلام ده كله. لا، انا لازم النهارده يبقى في حرمان، سواء بقى اذا كان حرمان، اذا كان لاعب يبقى حرمان مباريات، اذا كان مدير فني او من الجهاز المساعد بيبقى عدم الجلوس على ديك التحتيات بره في المدرجات، واذا كان مثلا مسؤول في نادي او الكلام ده كله يبقى عدم الظهور او الحجب او عدم التواجد في الـ في الـ في الاماكن الرسميه اللي تبقى موجوده زي دي. كويس. انما موضوع ان انا ادفع الافات، ما فيش مقارنه خالص. يعني العيب يبقى سعره 20 30 مليون جنيه واقع عليها غرامه ب 50,000 ولا 100,000 جنيه، ايه ما فيش اي مشكله خالص، ما فيش اي حاجه. يبقى ده هيبقى هيخلينا نقدر ان احنا نقع في المشكله تاني ويدفع فلوس تاني والكلام ده كله، ما فيش اي ازمه. انا ضد العقوبات الماليه، لابد ان تكون هناك ايقافات، لانها العقوبات الصارمه الحازمه والجازمه، واللي هي هيكون بسببها اللعيب او المسؤول او ايا كان المدرب مش هيقدر يغلط. بالظبط، قبل ما يعمل اي تصرف مسيء. ده كمان يعني انا عايز اقول حاجه كمان في الجزئيه دي تحديدا، ان احنا النهارده العقوبات دي كانت اللي وقعت على بعض اللاعبين في الفتره الاخيره دي كانت مقترنه بالجمهور. طب ما انا برضو ده هيعمل لي مشكله مستقبلا. اذا كنت انا تجاوزت وخدت عقوبات والجمهور كان معايا والكلام ده كله، طب ما قدام بعد كده اقدر الموضوع ينتقل بقى من 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 تجاوز مني انا لتجاوز بين جمهورين، فنبدا نشوف شغب، نبدا نشوف عنف، واحنا لسه بنقول يا هادي، وكلنا بنتمنى ان الجماهير ترجع للمدرجات تاني، لان ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ان احنا نرجع الجمهور للمدرجات تاني، وكلنا متعشمين في ده. اما بصيت في نهائي الكاس كان شكل الجمهور كان حلو جدا بعيدا عن التجاوزات اللي حصلت. بص حتى الملاعب السعوديه عامه بتحس بمتعه الكوره. طبعا يعني طبعاً. يعني كانت عندنا المتعه. جماهير، ما هي جماهير الاهلي رفعت لافته كبيره قبل كده، عمرنا ما هننسى ابدا الكوره للجماهير. للجماهير. فكوره بدون جمهور ما لهاش اي متعه ولا اي حاجه. فاحنا هدفنا دلوقتي ان زي ما بقول لك لازم تبقى العقوبات جازمه وصارمه عشان حتى نقدر نرجع جمهورنا تاني للملاعب. ايه اللي خلى لجنه الانضباط ما تاخدش هذه العقوبات الرادعه اللي ممكن تكون في مخيله البعض وخدت عقوبات ضعيفه زي دي؟ والله ايه الدافع اللي يخليهم ياخدوا قرارات ضعيفه زي دي؟ والله الدافع، بص القصه في الاول وفي الاخر ان احنا لسه بيعملوا عمليه بالانس او توازن. تمام. مش عايزين يتحسبوا على اي جهه. تعرف النهارده اي حد مسؤول او الكلام ده كله للاسف بيتحسب على جهه معينه سواء هنا او هنا والكلام ده كله. فاعتقد ان احساسي الشخصي او يقيني ان العقوبات دي ان جت كده عشان ما يتحسبش حد على حساب حد. طب هو اصلا المسؤولين في اتحاد الكره محسوبين على انهي جهه؟ ايوه. طيب يعني كانت فرصه بالنسبه لهم ان هم يثبتوا ان هم على الحياد. طبعا اكيد. انا ما بقولش ان هم مش على الحياد، لكن احنا بنتكلم في كل الاحوال على الرادع. خد قرارات قويه عشان ترجع الامور لطبيعتها، ترجع الجمهور للمدرجات، لكن بالطريقه دي الموضوع هيفضل مستمر. النهارده يعني انا موضوع ان الجماهير ترجع للمدرج حتى في ماتش السوبر اللي جاي ما عنديش قناعه بده.
للاسف. ما عندكش قناعه ولا متتوقعش؟ بتوقع ان ما يبقاش موجود جماهير الا لو اعداد قليله جدا مش اعداد كبيره. بسبب ايه؟ بسبب اللي حصل في ماتش نهائي الكاس. اللي حصل في ماتش نهائي الكاس بينذر بان احنا عندنا مشكله لازم تتحل الاول، لازم اللي يعمل شغب يتعاقب. لازم اللي يخاف ما يعملش، ما يتواجدش، ما يبقاش موجود. فعشان كده انا احساسي ان طبعا هو لسه القرار ما اتخذش دلوقتي، اذا كان يعني كان في كلام تقارير بتقال ان في 20,000 من هنا وفي 20,000 من هنا والكلام ده كله، كان لغايه دلوقتي الماتش ما تمش الاعلان بالظبط، ما فيش الميعاد لسه لحد دلوقتي ما تعرفش. فاعتقد ان حتى ماتش سوبر وانا بقولها لك اهو من دلوقتي يا امير، ان ما اعتقدش هيبقى في جمهور الا باعداد قليله زي ما كان بيحصل قبل كده. فاحنا كان لازم على قرار هو في الحقيقه في كل الاحوال اللجنه المؤقته ان هي لازم تاخد قرار رادع، قرار قوي، عشان يعني زي ما بيقولوا كده ايه، اضرب المربوط يخاف السايب. فما انا اخد قرار رادع وحازم في الحته دي ابقى عارف ان مش هيجي لي بعد كده شغب جماهيري او حد يعمل مشكله بين الجمهور او الكلام ده كله. لكن ان شاء الله ما نتمناش طبعا يبقى في اي شغب او اي اثاره او بتاع والكلام ده كله. احنا نتمنى بشكل عام ان شاء الله باذن الله مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك تتلعب لجماهير، نتمنى اكبر كم ممكن الجماهير يحضر هذه المباراه يعني. من غير اي اساءه سواء من الجمهور ده او من الجمهور ده، عايزين نتمتع بالكوره. طبعا كلنا نفسنا بصراحة. كلنا نفسنا الجماهير تبقى موجوده يعني، كل واحد يشجع فرقته براحته. يعني انا هقول لك على حاجه بالنسبه لموضوع الاساءات اللي حصلت والكلام ده كله، على مستوى المنطقه العربيه مفيش جماهير متعصبه اكتر من جماهير الانديه السعوديه للجماهير السعوديه للانديه فعلا. يعني النصر والهلال في الرياض، دول في ديربي الرياض، دول مش عايز اقول لك بيعملوا ايه في بعض يعني. الاهلي والاتحاد في جده، لكن ما بيحصلش تجاوز نهائيا. ليه؟ لان اللي بيغلط بيتطبق عليه العقوبه مغلظه، حرمان، منع، الكلام ده كله زي ما نشوف في اوروبا كمان بالظبط. هم اصلا ماشيين حتى هتلاقيهم ماشيين بقاعده كده، ايه، من ليس معي فهو ضدي. يعني انا هلالي وانت حتى مش هلالي، انت ولا نصراوي ولا اتحادي ولا اهلاوي، بس انت اي حد تاني فانت مش معايا، انت لازم تبقى هلالي زي. فبقول لك شوف درجه التعصب على الكره بينهم وصل لغايه فين. لكن مع ذلك مفيش اي تجاوزات، مفيش اي مشاكل، ملاعب بنشوفها كلنا بتبقى مليانه ازاي والمدرجات مليانه والكلام ده كله. فانا اتمنى ان شاء الله الصوره اللي بتبقى بره دي، حتى يعني ماتش السوبر لما اتلعب في الامارات شفت الجماهير كانت عامله ازاي، يعني كانت حاجه جميله. اهو اهلي وزمالك، يعني ما بنقولش ان هم ايه فرقتين، لا اهلي وزمالك، يعني نفس الماتش السوبر اللي انت هتلعبه هنا لعبته في الامارات وكان الجماهير شكلها ممتاز وكان شكلها حلو جدا. بس ده ليه؟ لان اللي هيعمل مشكله او اللي هيعمل شغب العقوبه بتاعته حاضره وجاهزه. فاتمنى من هنا ان العقوبات تبقى على قد الشغب او المشاكل اللي حصلت، ان شاء الله نرجع جمهور ونستمتع بموسم قوي باذن الله. الرساله اللي ممكن نقولها للمسؤول او للاعب او للجمهور ممكن تكون ايه عشان الامور ترجع لطبيعتها؟ والله للمسؤول خليه جريء، خليه عندك شجاعه، ما تخافش من حد. للجمهور كفايه بقى تعبنا يعني، احنا عايزين نشوفك في المدرجات، فلازم يبقى سلوككم في المدرجات سلوك سوي، بلا مشاكل، بلا تعصب، بلا الفاظ خارجه. خلاص عانينا بقى لنا سنين كتير قوي، فنفسنا المدرجات تتملي ان شاء الله بالجمهور تاني. جمهور الاهلي، جمهور الاهلي نقول له ايه دلوقتي لو ماتش هيتلعب بجماهير وهيحضر جمهور الاهلي وجمهور الزمالك اللي هو ماتش سوبر؟ والله ايه الرساله اللي نقولها لجمهور الاهلي عشان الفرقه نفسها، عشان الهدف اللي احنا عايزينه؟ طيب خلينا نتفق على حاجه قبل ما نوصل الرساله دي لجمهور النادي الاهلي. السنه اللي فاتت دي كانت فيها احداث كتيره جدا جدا. حلو، كويس. مين كان المدافع الاول عن كيان النادي الاهلي؟ جمهور. الجمهور طبعا، يعني الجمهور وضح مدى قوته، وضح مدى حبه للنادي وعشق للنادي، وكان تحس ان هو المدافع الاول عن النادي في كل الاوقات. فاعتقد ان الرساله اللي ممكن تتوجه للجمهور، اذا كنتوا انتوا بتحبوا ناديكم فحافظوا على ناديكم، التزموا بالتعليمات، وشجعوا عشان تقدروا ترجعوا المدرجات وتشجعوا النادي اللي بتحبوه. فاذا اذا كنت هيبقى في البدايه في شويه التزامات، فانت في الاخر هتكسب الحاجه اللي انت بتدور عليها، انك تروح تشجع في الاستاد وتشجع الفريق اللي بتحبه والكلام ده كله. المروح للاستاد والتشجيع في الاستاد متعه كبيره جدا مفتقدينها بقالنا فترات طويله قوي. فاعتقد ان الرساله للجمهور ان شجعوا ناديكم، مالكوش دعوه باي
اي اساءات ثانيه، خليك ورا النادي في ظهره. انت كنت في انديه كتيره مستفاده جدا من غياب جمهور النادي الاهلي على المدرجات. طبعا انت لو بتلعب ماتش دلوقتي النسبه 50-50 ماتش قوي مثلا مع اي فرقه، فنسبتك بتبقى 70-30 لو معاك جمهور. معلش، ما هو ده كان موجود في نهائي الكاس بالظبط، وده اللي حصل مع نادي الزمالك. ده اللي كان موجود في نهائي الكاس. نهائي الكاس كان نادي الزمالك بيلعب بجمهوره اكيد، وكان موجود بشكل الجمهور موجود بشكل كبير جدا وساند فرقته بشكل قوي جدا، وشفنا واخد بالك، في حين النادي الاهلي اتحرم من جماهيره في الماتشات اللي لعبها قدام بيراميدز. يعني القصه ان لا، في حد بيستفيد بالجمهور، خصوصا الانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه دي لها جماهير، جمهورها بيفرق معاها كتير قوي. طبعا بنتكلم عن الاهلي، عن الزمالك، عن الاتحاد، عن الاسماعيلي، عن المصري، كل الانديه دي جمهورها بيفرق معاها كتير قوي. فاعتقد ان خلاص بقى كفايه، عايزين نسيبنا بقى من موضوع المشاكل والشغب والحاجات دي كلها. جمهور النادي الاهلي دايما جمهور كبير يعني، وان شاء الله يثبت ده في حاله حضور الجماهير ان شاء الله باذن الله، يثبت ان هو هدفه الاساسي في الاول وفي الاخر ان شاء الله ان هو يشجع فرقته، وان يفضل ورا فرقته. مش عايزين اي حد يستغل الفرصه لابعاد جمهور النادي الاهلي عن طريقه. من الاخر هو ده اللي احنا عايزينه يعني. بالظبط يعني، وشفنا بطوله افريقيا كانت الجمهور كان موجود وكان شكلهم حلو جدا. فنتمنى ان شاء الله يبقى على مستوى الدوري كل حاجه موجوده يا رب يا مسهل. عايزين نتطرق لبعض الاخبار المحليه، وبالتحديد اتحاد الكره اقال محمد الشريعي يعني المدير المالي للجبليه بعد 7 ايام تقريبا. وده بسبب مشاكل الفيفا. فاطمه كانت قالت ان في مشاكل، مشاكل كان في الاتحاد الافريقي لما هو كان رئيس اللجنه الماليه هناك. ف بتشوف الخبر زي ده بتشوفه ازاي، والقرار زي ده بتشوفه ازاي؟ والله بشوفه ان موضوع 7 ايام ده صعب جدا يعني. ليه اصلا انت عارف؟ بالظبط يعني، انت لما تبقى عارف ان في حد عليه مشاكل، والموضوع ما كانش مستخبي يعني، الموضوع كان واضح والكلام ده كله معروف، فانا اجيبه ليه واختاره ليه من البدايه؟ انا شايف ان هو بعض للاسف الاتهامات، خلينا نقول بعض الاتهامات. انا ماشي اوكي، بس انا ايا كان ما دام في علامات استفهام على شخص معين يبقى ما كنتش جبته من البدايه. يعني انا بعتبر ان ده للاسف تخبط واضح جدا، وكان المفروض يبقى في حد موجود معلوش اي علامات استفهام. لكن خلاص هم خدوا القرار واضطروا يشيلوه، فخلاص هنقول ايه؟ هو للاسف كان عدم كان اختيار غير موفق في البدايه واتشال، بس اتشال بقى المره دي ما اتشالش بال بعد باوامر من بالظبط كده، باوامر من الفيفا. فاعتقد ان وايه تهديد لازم بالظبط للجنه كلها طبعا، اقاله كامله للجنه الخمسيه. فاعتقد ان لازم اختيارهم من المره الجايه يراعوا بقى الامور اللي هي الايه، ان يجيب حد معلوش اي علامات استفهام او شبهات، وبالتالي الامور تمشي. بتقيم ازاي اللجنه الخمسيه حتى الان؟ والله انا شايفها عايزه تعمل حاجه حلو، وكلنا لامسين الامور دي. يعني بيتاخروا جدا شايفين عايزه اي قرار، لكن لحد دلوقتي يعني ايه؟ انت لحد النهارده ما علمتنيش عن ماتش مباراه السوبر. يعني ايه لحد النهارده ما قلتليش السوبر هيتلعب في اليوم الفلاني؟ وخصوصا ان الانباء اللي خارجه ان السوبر يوم 20 بالظبط يعني 9 ايام على الماتش. بالظبط كده، فما قلتش لحد دلوقتي ازاي؟ ما هو ده برضو يعني، اذا كنا بنتوسم في الاشخاص خير وقلنا ان الاشخاص ليس عليهم غبار، ناس محترمين وناس كويسين، لكن قراراتك لحد دلوقتي عليها علامات استفهام. هل قررت اصلا؟ ما فيش ما القرارات اللي اتاخدت بتاعت لا ما فيش اي حاجه. انا بتكلم على القرارات اللي هو خدها بالظبط كده، ما فيش اي حاجه. فلا لازم تبقى اقوى من كده، ولازم تظهر العين الحمراء للكبير وللصغير. اذا كنت انت على قد المسؤوليه لازم تظهر العين الحمراء للكبير والصغير. ما ينفعش النهارده ان انا اخد قرار زي بتاع رئيس لجنه الماليه اللي كان موجود واتراجع فيه بعد اسبوع عشان حاجه قبلتني. ما ينفعش النهارده اخد قرار بعقوبات ماليه واقول المره الجايه ان شاء الله هبحط فيها بالظبط كده. فلا يعني قرارات متخبطه جدا، واتمنى ان هم يحطوا كل ده لصالح الكره المصريه مستقبلا. يعني القرار الوحيد اللي خدوه حتى الان قرعه الدوري هتبقى يوم الخميس، لكن لسه ما مش عارفين مدير الفني مين بالظبط، تفاصيل مباراه السوبر مش عارفين، الدوري الاهلي هياخد درع الدوري امتى، ومنتخب مصر بالتدريبات اللي شغاله على مدير الفني منتخب مصر يعني حاجه. طب انت جاي اصلا لجنه مؤقته، يعني لجنه مؤقته شغلك بالاساس هيبقى انجاز ما هو متاخر. يعني بالزبط. اي حاجه متاخره انت لازم تنجزها وتسرع فيها، ومع ذلك لحد دلوقتي انت ما انجزتش اي شيء ولا عرفنا اصلا الدوري هينطلق امتى. يعني بكره قرعه الدوري، طب انت عرفت امتى هينطلق امتى البطوله؟ لا المواعيد ما تعرفهاش، المفروض بقى ان هم يعلنوا بكره. هل ممكن يعلنوا بكره بالمناسبه عن مدير فني كمان في لا ما اعتقدش بكره، لا بكره ليها علاقه بالدوري فقط، قرعه بس. لا ما ولا حتى تسليم الدوري امتى؟ مش قالوا يوم 16؟ لا بشكل رسمي ما اعلنوش برضه، لحد دلوقتي
نقول لهم انهم يسلموا يوم 16. ما هو ده في الحقيقه كل يوم بنتكلم في للاسف ما حدش بيسلم ولا حد. ولغايه دلوقتي احنا بقى لنا مثلا ايه من بدايه الاسبوع ده بنتكلم في كل الملفات وبنقول تساؤلات زي ما هي لغايه دلوقتي ما اتحلتش. مفيش اي حاجه ظهرت لحد دلوقتي. طب انا بقول لك مشكله كبيره جدا. وبرده انا عايز اوضح حاجه برده يا استاذ طارق، احنا مش بنهاجم الاتحاد الكوره، بالعكس احنا عايزينهم ينجحوا طبعا. بس انتوا عشان تنجحوا يا جماعه حسسونا ان انتوا بتعملوا حاجه مختلفه او حاجه جديده. ما هو ده اللي هي الشجاعه والجراه في اتخاذ القرار. للاسف دي مش متوفرة دلوقتي. للاسف مش موجوده. هتتوفر امتى يعني؟ كانت موجوده دلوقتي ولا قبل كده؟ والله انا كنت شايف ان هي فرصه عظيمه ليهم جدا ان هم ياخدوا القرارات اللي زي دي. ليه النهارده وانت جاي بشكل مؤقت ما يبقاش عليك غبار ولا حد لو دراعك بالبلدي زي ما بيقولوا، ان بشكل دائم بتفضل الدنيا لا انت بتعمل حسابات انت مش عارف ايه الكلام ده كله. فانت جاي بشكل مؤقت، شكل مؤقت ده ما حدش لو دراعك، ما حدش حاجه عندك. انا هاجي هنفذ ده، انا اعمله ده على طول وهيبقى على الكل، واتخذ طبعا كل الاحتياطات الموجوده بالنسبه للقرار اللي هاخده، سواء كان ممكن يبقى مش مصلحه امير شويه ولا في مصلحه طارق، لكن ده الصح اللي هيتنفذ. للاسف احنا لحد دلوقتي ما شفناش دوت. اتمنى ان شاء الله خلال بكره زي ما انت بتقول قرعه الدوري تبان المواعيد امتى ينطلق بطوله الدوري وامتى منتخب مصر. القرعه تتعمل من غير مواعيد؟ احنا دي يعني لا ما اعتقدش. لا ما ينفعش طبعا. ما ينفعش، لازم يحط بدايه على الاقل زي ما حصل السنه اللي فاتت، يحط لك الاسبوع الاول والثاني من الدوري او الاسبوع الاول والثاني والثالث، وبعدين النهارده احنا الاجنده بتاعتنا واضحه. يعني ما عندناش ايه حاجه نقول ان احنا لا ده مش عارف الاهلي هيبقى عنده ماتش مش عارف افريقيا او الزمالك عنده كذا فناجل وعن بطوله عربيه ومش عارف ايه. لا الموضوع واضح جدا. وعندنا بس اللي هي البطوله بتاعت افريقيا المؤهله للاولمبياد طوكيو في شهر نوفمبر اللي جاي. كويس. وبعد كده الاجنده الدوليه اللي بيقف فيها المنتخبات عشان الاستعداد للمباريات الدوليه يعني. فانت كمان ضيعت اتحاد الكوره اللي لسه ما اعلنش على المدير الفني منتخب مصر، ضيعت فتره التوقف الاخيره. طبعا يعني ضيعتها منك. طب امتى استنى كام فتره توقف عشان اقدر ابدا احط ايدي على الفرقه اللي هتلعب مع المدير الفني الجديد اللي هيجي. بس طبعا 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 طبعا. وبعدين خلاص يعني تصفيات كاس العالم جايه والكلام ده كله، فلا لازم احط لازم انجز يعني. مش معقوله هيفضل الموضوع فيه تاخير للشكل ده. كان في تصريحات من اسبوع 10 ايام كده للدكتور عمرو الجنايني في احدى القنوات التلفزيونيه، وكان بيتكلم الراجل في الحقيقه بحسم كبير جدا، وقال بالمناسبه يعني بمناسبه اللي احنا بنتكلم فيه ان لما هيكون في خروج عن النص هيبقى في عقوبات قويه جدا. اول تصريح ما تنفس بالعقوبات الضعيفه بتاعت انا يعني افتكرت الموضوع دلوقتي يعني. وقال تصريحات كتيره جدا مختلفه مهمه ومميزه وفي صالح الكره المصريه وهتنقل الكره من الاخر. بس هل التصريحات دي انت شايف ان هي ممكن تتنفذ؟ كل الوعود اللي قالها دي ممكن تتنفذ؟ هل في بوادر لتنفيذ هذه الوعود؟ والله بوادر ازاي بقى بعد ما انت بتقول ان اول التصريح نفسه ما تنفذ، فيبقى البوادر شكلها ايه؟ اكيد الدنيا كده ماشيه في شكل مش مظبوط. تمام. وبالتالي زي ما بيقولوا بالبلدي كده العينه بينه واضحه يعني للاسف. نتمنى يعني لهم يا رب كل التوفيق رب ان شاء الله في اداره شؤون الكره المصريه بالشكل الامثل واللي يكون في صالح الكره المصريه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. استاذ طارق انا كنت سعيد جدا ان حضرتك متواجد معايا. ربنا يخليك يا رب. اتكلمنا في ملفات عديده يعني. الله يخليك يا رب. شكرا جزيلا. انا متشكر جدا. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. انا سعيد. كان ضيفنا العزيز استاذ طارق عوض الناقد الرياضي بالجمهوريه. اتكلمنا في ملفات كتيرة جدا سواء على الساحة الرياضية المحلية وأيضا فيما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي واستعداداته للمباراة المقبلة أمام كانو سبورت يوم السبت اللي إن شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا، وغدا حلقة الخميس من هذا البرنامج. حلقة هتكون مهمة جدا، استنونا بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.